مرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية المرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس جديد من كتاب نشاط للصف الخامس الابتدائي English for Iraq with Primary Activity Book page 8 and page 9 from unit 1 lesson 3 من الوحدة الأولى الدرس الثالث. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات، وضغط زر اللايك دعم الفيديو ودعم القناة. عندنا طبعا مثل ما تشوفون مجموعة من التمارين، راح نتعلم الطريقة الصحيحة لحل هاي التمارين. مثل ما تعرفون دائما انا احل قبل لا ابلش تصوير الدرس حتى اختصر الوقت عليكم ما يكون الفيديو طويل وممل. عندنا التمرين A يقول لنا write the country's name with the correct spelling. Write the country names with the correct spelling. اكتب اسماء الدول مع التلفظ الصحيح الهن، تمام؟ هو مثل ما تشوفون منطينا الدول حروف بشكل عشوائي، يريد من عندنا نرتب هاي الحروف ونكتبها بالشكل الصحيح. عندنا مثل ما تشوفون نمبر 1 Iraq، نمبر 2 Japan، نمبر 3 تركي، نمبر 4 Egypt، ونمبر 5 Thailand. هاي هي الكونتريز، اوكي؟ قلنا let's write، خلينا نكتبهم. طبعا الترتيب الصحيح وكتابة الإملاء الصحيح مهم جدا بالامتحان، لازم تحفظون أسماء الدول والكتابة الصحيحة لها، الإملاء الصحيح لهن، تجيكم 100% بالامتحان الشهر الأول وممكن بالامتحان الشهر الثاني أيضا، تمام؟ عندنا first country we have Iraq. 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 You write Iraq. راح نكتب Iraq. Iraq. I-R-A-Q First letter will be capital. دائما أول حرف من أسماء الدول يكون capital، كبير، تمام؟ Number 2 عندنا مثل ما تشوفون flag of Japan، علم اليابان، flag of Japan. عندنا we'll write Japan. 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 J-A-P-A-N. Japan. Number 3 will be تركي، تركي فلاج، تركي فلاج، العلم تركي. We will write تركي، تركي، تركي. Number 4 will be Egypt. Egypt. Egypt flag. We will write Egypt. راح نكتب Egypt. 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 And number 5 will be Thailand. Thailand. We'll write Thailand. T-H-A-I-L-A-N-D. Thailand. Thailand. إذن هذا هو السبيلينج الصحيح لهاي الكونتريز، هاي الدول، تمام؟ فقط تحفظ الإملاء الخاص بهاي الدول وأسماء هاي الدول حتى تكتبهم بشكل صحيح، يعتمد اعتماد كلي عليك. عندنا التمرين بيقول لك complete the sentences، اكمل الجمل. Use the words in the boxes، باستعمال الكلمات اللي موجودة بالصناديق. Remember to use capital letters، اتذكر انه انت لازم تستعمل الحروف الكبيرة. طبعا احنا نعرف دائما بداية الجملة يكون اول حرف capital. اسماء، الاسماء بصورة عامة، اي نوع من الاسماء، اسماء اشخاص، اسماء مدن، اسماء دول، أسماء الأشهر، أسماء الأيام، أي نوع من الأسماء يكون كابيتال وين ما يجي، تمام؟ فعندنا number one she from Iraq. She, she's. عندنا yes is Iraqi و is، تمام؟ طبعا حتى نسوي السؤال ما دام عندنا فعل مساعد، ما دام عندنا ضمير she اللي هو ضمير المفرد، راح نخلي الفعل المساعد is. ليش؟ لأن الشي تأخذ is. عند السؤال تقدم ال is في بداية الجملة، الفعل المساعد يكون بداية الجملة. وش راح تصير؟ is she from Iraq؟ is she from Iraq؟ أول حرف capital من ال is. is she from Iraq؟ هنا صار عندنا السؤال، إذا هي من العراق شو نقول؟ yes. طبعا ال yes أول حرف capital. Yes, she is. Yes, she is.
Yes, she is. نعم هي كذلك. She is شيخ اللي كانت الناشونالتي مالته she is Iraqi. She is Iraqi. مثل ما نعرف ال is الفعل المساعد للمفرد يجي مع ضمائر ال he وال she وال it. تمام؟ نايا ليش خلينا is؟ لأن هو معطينا مجموعة اختيارات ال is بداية الجملة استعملناها هنا واستعملنا yes she is. آخر شيء she is Iraqi. She is Iraqi. هي عراقية. هنا معطينا الاوبشنز مالتنا الخيارات مالتنا نو وعندنا تركيش وار ونوت. نو وتركيش ار ونوت. اذا هاي الجمله راح تكون منفيه. عندنا they from England. احنا نعرف they ياخذ فعل مساعد ار. اذا يكون عندنا سؤال راح تكون الار ببدايه الجمله. ايش راح تصير؟ ار they from England. ار they from England. Are they from England؟ هل هم من انجلترا؟ طبعا هي الجملة راح تكون منفية. ليش؟ خلينا no و not. راح تكون الإجابة مالتنا no they are not. No they are not أو they're not. No they're not. No they're not. خلينا not لأن هي عندنا هنا no. They're Turkish. They're Turkish. They're Turkish. آخر واحدة French yes is عندنا ضمير he يأخذ فعل مساعد is لأن هو مفرد. Is he from France? Is he from France? هل هو فرنسي؟ مدام عندنا yes هنا شو حنقول؟ Yes he is. Yes he is. إذا no no he isn't. No, he isn't. لكن هنا يس عندنا. Yes, he is. He is French. He is French. He is French. تمام؟ He is French. هاي الطريقة نكون حلينا هذا تمرين. تمرين كله سهل وبسيط. عندنا page 9 صفحة 9 يقول لنا تمرين C. What nationality they are they? Write sentences. اكتب جمل. طبعا مثل ما تشوفون خلينا الفلاجز الاعلام مالتهم حتى نعرف الناشوناليتيز مالتهم. بالجمله الاولى عندنا اثنين اذا اكثر من شخص ايش نعطيهم ضمير؟ they. ما دام انا مو وياهم they. لو انا وياهم شو اقول؟ وي احنا. لكن they. they تاخذ فعل مساعد تاخذ الار. زين صارت they are او نختصرها there. شو الناشوناليتي مالتهم؟ Japanese. They're Japanese. They're Japanese. هنا عندنا فقط شخص واحد مفرد شو اقول عليه؟ he. هي شاخذ فعل مساعد is. He is اختصرها he's. شو الناشونالتي مالته؟ Iraqi. He is Iraqi. He is Iraqi. هو عراقي. Number three. عندنا بنية مؤنث شنو الضمير مالتها؟ she. الشي تاخذ فعل مساعد تاخذ is و are اكيد is لان هي مفرد she is. اختصرها she is. nationality Thai. she is Thai. she is Thai. هي تايلاندية. عندنا ايضا مجموعة هنا المجموعة او الجمع ياخذون they. they تاخذ are نختصرها there. nationality they're French. they're French. هم فرنسيين. number five عندنا مثل ما تشوفون ولد مذكر نعطيه ضمير he ياخذ فعل مساعد is. he is اختصرها he's. شنو النشنالتي مالته؟ he is English. He is English. هو إنجليزي. تمام؟ هاي طريقة حل هذا التمرين. كل سهل وبسيط. نعوض بضمائر ونكتب الجنسية. ضمائر تأخذ فعل مساعد. نكتب الفعل المساعد لكل ضمير ونكتب الجنسية الخاصة به. عندنا دي. Tick the correct ending. خلي صح بالنهاية الصحيحة. تمام؟ عندنا options خيارات. عندنا Japan, Iraq, Egypt, Italy, و England.
هاي الكانتريز شنو لما نحولها ناشونالتي شنو النهاية مالتها تكون؟ مثل جابان جاباني جابانيان جابانيش لو جابانيز أكيد جابانيز نخليتك هنا. إيراك النهاية مالتها إيراكي لو إيراكيان لو إيراكيش لو إيراكيز أكيد إيراكي خليتك هنا. إيجبت إيجبتي لو إيجبشن لو إيجبشنش لو إيجبت إيجبتنيز أكيد إيجبشن إيجبشن. إيطالي إيطالي لو إيطاليان لو إيطاليش لو إيطاليز إيطاليان إيطاليان تمام. إنجلاند إنجلي إنجلاندي لو إنجلي إنجلانديان لو إنجليش لو إنجليز أكيد إنجليش إنجليش أوكي. إذا النهاية الصحيحة جابانيز إيراكي إيجيبشن إيطالي إيطاليان و إنجليش أوكي. هذا الحل الصحيح لهذا التمرين. آخر شيء يقول لنا لوك some nationalities are irregular. بعض الجنسيات هي شاذة، لذلك ما تنتهي بواحدة من ذن النهايات المعروفة، بتكون شاذة نهايتها مختلفة جدا. مثل I'm from Thailand. I'm from Thailand. أني من تايلاند. إيش راح تكون النهاية؟ I'm Thai. نختصرها I'm Thai لحد هنا. I'm Thai. عندنا I'm from France. I'm من فرنسا. إيش راح تكون الجنسية مالتي؟ I'm French. French. تغيرت عندنا هذا الحرف الـ A إلى E و C E إلى CH. French. French. I'm French. Thai و French. عندنا ذني شاذات مختلفات تكون نهايتين مختلفة عن باقي الـ countries و nationalities. تمام؟ فبهاي الطريقة دائما الأساتذة أو المعلمين يركزون على الكلمات الشاذة حتى شوية يسوون لوفة، حتى يعني شلون يحير الطالب. لذلك أنت احفظ الشاذات: تايلاند تصير تاي، وفرنسا تصير فرنش، جابان جابانيز جابانيز، وإيراك إيراكي، إيجيبت إيجيبشن، إيطالي إيطاليان، وإنجلاند إنجليش. تمام؟ هذا كل ما عندنا درسنا هذا اليوم، أتمنى تكون استفاديتوا من هذا الدرس. لا تنسوا الاشتراك بالقناة في الأسعارات، وأضغطوا اللايك دعم الفيديو ودعم القناة. إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار اكتب أسفل التعليقات. نكون هنا وصلنا لنهاية الدرس، نلتقيكم في درس آخر وإلى اللقاء.